بين النصوص والممارسات، بين وزارتين تتقاذفان مسؤولية إدارة السجون وغياب جهاز متخصص في إدارة السجون، يبقى السؤال عن العقوبة المضاعفة التي يعيشها سجناء وسجينات لبنان، مرة بدخول السجن ومرة ثانية بعيش أوضاعه المزرية. مثل ما بنعرف أنه وضع السجون بلبنان هو وضع منه ضمن المعايير الدولية، وخاصة سجون النساء. مثل ما بتعرفوا في 4 سجون نساء بلبنان، في بزحلة، بطرابلس، بعبدة، وببربر الخازن، ولا سجن منهم انبنى ليكون هو سجن. عندنا اليوم تقريبا حوالي 248 سجينة، 67% منهم هن موقوفات وغير محاكمات. بسجون النساء اليوم ما في فصل بين المحكومات وغير المحكومات، وكمان في مشكلة تانية انه حتى ما في فصل حسب النوع الجرمي او العمر، وهيدي كمان مشكلة كتير كبيرة. اليوم يلي عم بصير انه في وزارة الداخلية هي يلي مسؤولة مباشرة على ادارة السجون، وبنفس الوقت هيدا هالعدم المحاكمة منشوف دايما تقاذف بين وزارات مثلا الداخلية والعدل، كان في غياب للكادر كمان التخصصي بقلب السجون، المدير السجن، للحارسات الموجودات، هن بحاجة لقدرات وتعزيز قدراتهم، خاصة بالأشياء المتعلقة بحقوق الإنسان، بالأشياء المتعلقة بالتواصل وبحل النزاعات. كلنا بنعرف أنه النساء عندهم حاجات خاصة من ناحية وجود طبيب نسائي، من ناحية علاج اضطرابات نفسية، فحوصات دورية لازم تنعمل للنساء، متعلق بأمراض مزمنة، بأمراض ممكن تكون منتقلة جنسياً، ففي دايماً رعاية طبية خاصة للنساء، وهيدي منا متوفرة 100% بالسجون النساء اليوم. الحل اليوم أو بداية الحل تفعيل المعونة القضائية ليصير في المحاكمات تصير أسرع، والسجينات يكون عنده محامي، وخصوصاً السجينات المهمشات والفقيرات. وعلى أمل أنه المجتمع بلبنان وبالدول العربية كلها يعني أنه يغير هيدا النظرة للسجينة، ونعرف أنه هيدا الشخص تعاقب وأخذ عقابه، ونعطيه فرصة تانية للاندماج، نعطيه فرصة تانية للعمل، للحق بحياة كريمة. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.